نعمل دلوقتي بقى التشيكن بوب كورن، لذيذ لذيذ وسهل وقرمش وتحفه. ايه بقى؟ انا معايا اوراك، انا بحب الورك طبعا تعرفين، والتشيكن بوب كورن ده يتعمل بالوراك بقى احلى، بيستوي على طول وبيبقى جوسي كده وطري ولذيذ جدا جدا جدا. طري اقصد اللحمه بتاعته، لكن هو الكفر بتاعه من بره بيكون مقرمش. فانا معايا صدور من الفراخ متقطعه مكعبات على قد عقلة الصباع، علشان لسه هنعمل له تغطية بقى وبتاع، فيبقى شبه البوب كورن يعني صغنونة كده. تمام. معايا ايه كمان بقى؟ التتبيلة اللي احنا هنتبل بيها الفراخ ايه؟ معايا معلقة صغيرة من البابريكا، طبعا ملح وفلفل اسود، وبصل باودر وتوم باودر، مش اكتر من كده. وهنتبل كويس قوي الفراخ زي ما اتفقنا، بصل باودر توم باودر ملح وفلفل وبابريكا. بعد ما نتبلهم هنبقى محضرين بقى حاجة للتغطية، علشان ايه؟ نغطسهم كده في كفر قبل ما نحمرهم في الزيت. معايا 2 من بياض البيض، 3 معالق كبار من اللبن، كوباية دقيق، نص كوباية من الكورن فليكس المطحون، وكوباية بقسماط وزيت للتحمير. طبعا انا عمالة اقول كوباية كوباية كوباية، ده عشان لو هتعملي كتير، لكن غير كده انت بقى مثلا ايه هتعملي شويه صغيرين مثلا وركين ولا حاجه، يبقى في طبق كده بالمعلقه تقومي حاطه معلقتين من الدقيق، عليهم معلقتين من الكورن فليكس المطحون، معلقه واحده من البقسماط الناعم، وتعملي لهم خلطه كده سوا مع بعض بس. فاهمه ازاي؟ مفيش اي حاجه تانية اكتر من كده. وبياض البيض هنخففه مع اللبن، علشان لازم نغطس البياض البيض واللبن الاول في الفراخ، ونحطها بعد كده في المواد الجافه اللي هي الكورن فليكس المطحون مع الدقيق مع حاجه خفيفه كده من البقسماط قبل ما نحمره. بس الكورن فليكس هيخليه مقرمش وهيحافظ على القرمشه بتاعته مده طويله، الدقيق هيمتص اي يعني سوائل محطوطه ويعمل قفله كده يكتم كده على الفراخ، علشان الكفر بتاعها من بره يفضل مقرمش. وبس كده، خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عايزه اطلع بوله طبق كبير هنا كده، ونحط بقى ايه الفراخ الحلوه دي اللي متقطعه مكعبات كده صغيره، نحط عليها ملح وفلفل، ملح، ونحط عليها كمان فلفل، ومعايا بابريكا كده، والبصل الباودر والثوم الباودر اهو. بس كده، وايه واخلط كده الكلام الحلو ده كده مع بعضه، علشان ايه يدخلوا كده في التتبيله. حاسه ان انا عايزه احط رشه فلفل اسود كمان كده اهو اهو كده. بس كده الفراخ بقت ايه؟ متبله ومتبهره وظريفه جدا. نيجي بقى للتغطيه اللي هنحط فيها الفراخ. عايزه اجيب هنا كده بولتين هنا كده حلوين، احطهم قدامي علشان اقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. اهو واحده فيهم هحط بياض البيض اهو، ومعاه اللبن، بياض البيض ومعاه اللبن، ورشة ملح وفلفل، رشة ملح ورشة فلفل. تمام. ودول كده ايه هنقلبهم مع بعض. بياض البيض متخفف بلبن ورشة ملح وفلفل. تمام. نيجي للبولة التانية، هنقوم حاطين دقيق كده، بقسماط ناعم مش كتير، وايه الكورن فليكس المطحون او المجروش. بس كده كمية الكورن فليكس المجروش تبقى قد كمية الدقيق، لو تحطي معلقتين يبقى هنا معلقتين، البقسماط بس هو اللي هيبقى نص الكمية يعني معلقة. ونحط برضو عليهم رشة ملح ورشة فلفل، وبرضو رشة من الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا، عشان يعمل لنا طعم للتغطية اللي احنا هنغطي فيها التشيكن بوب كورن. ونقلب كده، بصوا الشكل الحلو ده.
كده اهو. ونيجي بقى للفراخ اللطيفه دي، بس انا عايزه احضر طبق كده جنبي. تعالى مثلا انت يا طبق، انت يا حلو اهو كده. هناخد بقى واحده من الفراخ، بصوا متقطعه ازاي، قد عقله الصباع تقريبا اهي، بصوا اهو. هنحطها اول حاجه في ايه، في الخليط بتاع بياض البيض واللبن كده، نحط اهو واحده كمان واحده كمان كده مثلا اهو عشان تشوفوا معايا. بنطلعها من بياض البيض على طول على الطبق اللي فيه ايه، الدقيق والكورن فليكس والبقسماط كده اهو، ونغلف الكلام الجميل ده مع بعضه اهو. ادي اول واحده ظريفه جدا 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 اهو. اللي بعده برضو، ويفضل طبعا ان انت تحطيهم في التلاجة شوية، يعني بتاع مثلا ربع ساعة 10 دقايق، عشان بس الغلاف اللي عليه ده يمسك كده ويبقى ايه، يبقى كويس. وبعد كده زيت سخن درجة حرارته متوسطة، تبتدي تحمري التشيكن بوب كورن اللطيف ده، وتبقي واقفة قدامه. طبعا هي اوراق فمبتاخدش وقت ابدا في التسوية، وان شاء الله طبعا بنسبة 100% هتستوي معاكي على طول، بسبب انها اوراق وبسبب انها متقطعة حتت صغيرة. الطبقة الخارجية اللي احنا حطيناها اديناها وقت في التلاجة، فهتفضل ماسكة على الفراخ، وكمان هتبقى مقرمشة، تبقى خطيرة. انا معايا حبة هنا كده اهو، هاجي هنا عند الزيت، يا رب يكون سخن كده يا زيت، كده يا زيت تعمل فيها كده، ده احنا في الحلقة يعني، ما يصحش ابدا، ما يصحش ابدا يا زيت. شكرا قوي على هذه الحركة اهو، بصوا حطوا كده، والزيت يعني ايه بيسخن، هيشد حلو حالا دلوقتي. وهفضل كده احمرها معاكم ان شاء الله على اخر الحلقة، لسه عندنا فقرة كمان بتاعت مشروب الطاقة، يكون اخد لون البوب كورن ده ونطلعه سوا مع بعض. واحنا طبعا عاملين كمية هناك، سمورة هتجيبها لكم بقى، هاتيها لنا يا سمورة الطبق الحلو ده كده اهو. بصوا جميل ازاي، لذيذة لذيذة ومقرمشة، وهتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. وصفة كمان يعني مفيش اسهل من كده تعمليها، وبالهنا والشفاء. فاصل بقى بسرعة جدا نلم الكلام ده كله، وهفضل واخدة بالي من الفراخ، وبعد الفاصل نعمل مشروب الطاقة، مكونات كلها ظريفة وطعمه لذيذ قوي ان شاء الله يعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل.